نسمع القرآن ولا نأنس به، نسمع القرآن ولا ترق القلوب عند سماعه، مواعظ بالليل في صلوات ثلاث جهرية نسمعها مرارا وتكرارا ولا يتغير في حالنا شيء. هو الحبل المتين وهو الصراط المستقيم، من أحبه الله عز وجل حباه إياه، ومن أهل الله وخاصته أهل القرآن. القارئ للحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر، ففي حديث ابن مسعود قال لا، قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن المسلمين من يتذرع أنه لا يستطيع أن يتلو، وكأنما الجزء يحتاج إلى ثلاثة أيام حتى يقرأ فيه، وأما حفظه فهي معجزة من المعجزات يراها العبد، وكأنها كرامة منزلة على صفوة من الخلق، فيتعذرون بالأوهام والأشغال فلا يحفظون من كتاب الله. وأين التالين له في المحاريب وفي تلك الدور والمساجد؟ هم قلة. من الذي يفرح بتلاوة كلام ربه؟ من الذي يعلم فيعمل؟ إذا مر بالأمر ائتمر به، ومن مر بالنهي فانتهى عنه. من مر بآل عمران فقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وانظر إلى العبد الوقاف لكلام الله. لما أساء أحد خدامه فأراد أن يبطش به فقال يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر. انظر إلى القرآن كيف يكون دستور حياة.